ازيكم عاملين؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. الفيديو ده طبعا ما شفتوش كلب ترامب بقاله كتير جدا، وانا قلت لكم ان الكلب ده هيبقى جامد وهيبقى اجمد كلب عينك ممكن تشوفه. هو لسه ما وصلش بقى للمرحله الجامده قوي، بس عايز اشوفه بقى عامل ازاي. عباره عن تحفه اثريه، اقسم بالله يا جدعان. الناس اللي هي غاويه الجمال وغاويه الحاجات الجرمانات، عباره عن ملك، حاجه تحفه ما شاء الله. الله اكبر. يعني انا والله العظيم من اجمد ومن اجمل الكلاب اللي انا شفتها هو ترامب. طبعا الكلب، انا بتكلم على الكلب، في نظره، انا ليا نظره، الكلب لسه صغير وهيبقى حاجه تحفه خياليه. شوف قمر، تخيلوا بقى لما نجيب القمر ده. لازم نجيبها قمر زيه. انا هجيب لكم انس دلوقتي، تحفه خياليه ان شاء الله. يتجوزوا كده هتجيبوا حاجات جامده جامده. جدعان هو دلوقتي ترامب بيلعب كده. احلى كلب ولا مش احلى كلب؟ شوفوا يا جدعان ما شاء الله، الله اكبر. يعني حاجه والله العظيم نادر انك تلاقي كلب كده. طبعا بقى الفكره هنا او النقطه هنا، ان انت لما تحب تدخل في مجال او تجيب حاجه لازم تجيب اجمد حاجه. يعني انت ما تجيبش الحاجه اللي هي قليله او مستوى قليل عشان انت تبقى جامد وكله باكل زي بعض. يعني الكلب او 20,000 هياكل زي الكلب ابو 2000 وهيبقى نفس الاهتمام. لما تجيب حاجه جامده وتهتم بيها وتلاقي بعد كده انها تستاهل، تفرق كتير. طبعا احنا لما نجيب حاجه اقسم بالله بندفع فيها اجمد فلوس، يعني احنا ما بنستخسرش في حاجه. فهو الكلب ده اقسم بالله يا جدعان كلاب بفلوس. انا هوريكم انثى دلوقتي جامده، هبدا اقول لكم هوريكم انثى جامده، لان هي من الحاجات الجميله اللي عيني شافتها برضه. يلا بينا. هي كل الفكره ان احنا شويه ما ينفعش نجيب حاجه عاديه، يعني ما ينفعش نجيب حاجه نورمال. اقسم بالله الحاجات اللي بتيجي دي يا جدعان مدفوع فيها فلوس بطريقه كبيره جدا. الواحد يقول لك ايه ده كلب عادي، لا ده مدفوع فيه فلوس واهالي وحوارات كتير جدا، ده مش حاجه سهله. فهنشوف ده وده ودي شويه جامدين. Yep.
الجامدة جدا اللي انت ممكن تشوفها. طبعا نتايج مميزة جدا ومختلفة. لو تركزوا في تفاصيل وشها انت تحسوا كلبة واخدة زي الالاسكا، وش الالاسكا كلبة تحفة. طبعا ده بيفرق في الشيمات جدا، الوش اللي هو ليه كبير متختخ ده هو مدور، ده حاجة جديدة. بص الحاجات اللي هي الدم العالي او اللي هي الكلاب محترمه، بنت كلاب محترمه بتبان جدا. طبعا بقى الفكره كلها ان انا جبت الانثى ديت الجميله ديت علشان نجوزها لترامب، بس المكان عندنا في المزرعه زحمه جدا 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 يعني. فانا الانثى ديت انا مطلعها لكم في الفيديو عشان اقول لكم اللي احنا ناويين نبيعها، تمام؟ فهي لو حد عايزها مد شويه هياخدها، بس هترم، طبعا بقى الفكره كلها اللي احنا دلوقتي دي للبيع، الانثى الجميله دي للبيع، والفكره الثانيه ان اللي هياخدها هدية مننا هنجوزها له من ترامب عشان يطلع لنا جراوة جامدة. انا كنت جايبها والهدف كان كده، بس مفيش او مش فاضيين خالص لحاجة زي دي عشان المزرعة فيها كلاب كتير ومفيش مكان. فاحنا الانثى الجميلة ديت اي حد محتاجها هياخدها، وانا هدية مني لجوازها من ترامب ببلاش. الفكرة اصلا ان جوازة ترامب بثمن بثمن كلب، فاهم؟ احنا ترامب الجوازه بتاعته عاليه عشان ما بنحبش نسلم الكلب، فهو اما حد يتجوز بنطلب مبلغ كبير جدا يعني. فالانثى ديت اللي محتاجها كمشروع وكبزنس جامده جدا، وهي خلاص تطلب قريب تتجوز تجيب جراوه جامده من ترامب، ونطلع الجراوه كمان عنده في فيديو عن ترامب. بسم الله ما شاء الله هما الاثنين مع بعض، الاثنين ميكس جامد جدا يعني. ترامب لو اتجوز الانثى ديت هيجيبوا حاجات من اللي هيسيبوا طفرات في مصر، اقسم بالله. طبعا يا جدعان ترامب انا بتكلم في جمدانه، هو لسه صغير لسه هيبدا جامد عن كده بكتير. الناس اللي فاهمه هو تحفه. الباني بقى انت بتعملي ايه؟ شوف بسم الله ما شاء الله الاثنين جامدين، من اجمل الكلاب اللي عينك ممكن تشوفها. بس كده اللي محتاج الانثى دي بقى خش يكلمني على الانستا ويتواصل معايا باي طريقه، وحظه جميل جدا اللي هي تكون من نصيبه. بس كده.